اكبر موتيفيشن عندي اني انا يعني نشتغل على ميداليه الميدل البوديوم. يعني يعني لو شو اقول لك يعني ممكن مش غرور يعني الواحد كي يعمل ميداليه فديما يعني يحب اكثر. امنت يعني يعني مانيش قاعده نحب نقنع في نفسي نقول هو ممكن يصير يعني حتى I will be the favorite or number one I can lose from the first يعني bout يعني كله يحصل خاصة في الأولمبيكس يعني it's very very special competition يعني special day في المبارزة إنك يعني and we saw a lot of example يعني number one يخسر من first bout يعني someone he's not favored ويوصل ويعمل medals. لكن اللي أنا نحب نقعد فوكس فيه اللي أنا already I did the medal I have this small regrets أني ما عملتش أحسن. فقعدت لي هكا في حتى هكا في شخصيتي وفي قلبي وكل أني أقول إيناس يعني أنا بش الموتيفيشن بتاعي أني I will do the best of my best because who know maybe it will be my last Olympics I don't want to have regrets. هذا أكثر حاجة أن الواحد يحس به بعد regret يعني أنا تصور عملت ميدالز وعندي regrets أني ما عملتش أحسن. نحب نخرج من البطولة يعني at the end of the day even I lost from the first bout even it will be very hard to accept and very hard to لكن نقول الحمد لله يعني I do my best and مانيش نقعد نلوم على نفسي أني أنا ما اشتغلتش أكثر مني أنا ما عطيتش من روحي أكثر وهذه الموتيفيشن بتاعي اني I keep going I motivate for the podium ان شاء الله يا ربي.